أوديولابي، شارك المعرفة. أوديولابي تقدم: كيف تذاكر بطريقة فعالة بدون إضاعة للوقت؟ هل أضعت الكثير من الوقت بلا مذاكرة؟ هل مللت الطرق التقليدية؟ إذا كنت كذلك فلا عليك، بعد الاستماع إلى هذا المقال ستغير وجهة نظرك تماما تجاه المذاكرة، وستقبل عليها أكثر، وستبلي بلاء حسنا في الامتحانات النهائية. في هذا المقال ستعرف كيف تذاكر بشكل فعال وسريع من البداية وحتى النهاية. أولا، لما تذاكر؟ في البداية وقبل خطوة المذاكرة سأل نفسك لما تذاكر؟ كلنا يعرف الإجابة المعتادة على هذا السؤال بالطبع: أذاكر كي أنجح وأنتقل للمرحلة التالية وأتخلص من هذا العبء الثقيل. لكن لما لم تفكر يوما أن تغير نظرتك للمذاكرة التي عليك القيام بها؟ لما لا تجعل من المذاكرة شيئا لطيفا خفيفا على نفسك ومحببا لها؟ ذاكر بهدف التعلم والاستزادة، ذاكر وكلك شغف لمعرفة كم المعلومات التي في تلك الكتب والمذكرات، ذاكر بهدف الاستفادة لا بهدف التخلص. جرب أن تضع ذلك في ذهنك أثناء المذاكرة. ذاكر كي تتعلم علما جديدا يزيد من ثقل عقلك ومعلوماتك العامة. إن فكرت بذلك ستشعر بنشوة التعلم، كما لو أنك تتعلم شيئا ليس مفروضا عليك، حتى لو أن المناهج لا علاقة لها بسوق العمل، كلنا يعرف ذلك. ولكن دعنا نرسي قاعدة، وهي أنك بالمذاكرة تتعلم علما مفيد ولن يضرك على أي حال. جرب أن تفكر بتلك الطريقة وستجد إقبالا منك على المذاكرة أكثر من ذي قبل. سيعتمد الأمر على مدى تحفيزك لنفسك. ثانيا، رتب مكانك جيدا. الأمر الثاني والذي عليك الاهتمام به هو مكان المذاكرة. قد يبدو الأمر غريبا، فما علاقة مكان المذاكرة بالمذاكرة نفسها؟ ثمة علاقة بينهما، فبقدر اهتمامك بمكان المذاكرة يزيد تركيزك فيما تذاكر. قم بترتيب المكان جيدا، ورتب المواد العلمية التي لديك إلى أن ترى بأي مادة ستبدأ، وهذا سيكون حسب الجدول الذي ستقوم بوضعه، والذي سنتطرق له لاحقا. ثالثا، صفي ذهنك. تلك الخطوة ستقوم فيها بتصفية الذهن، ومعرفة ما عليك من مذاكرة، ومتى ستبدأ فيها، ومتى ستنتهي منها. أحضر ورقة بيضاء كبيرة، ثم قم بتقسيمها نصفين. الجزء الأيمن ستكتب فيه المواد التي عندك، واترك تحت كل مادة مساحة كافية ستحتاجها لاحقا في كتابة بعض الأشياء. رابعا، اعرف ما لديك. بعد كتابة المواد التي لديك في الجزء الأيمن، اكتب تحت كل مادة في المساحة الفارغة المتروكة ما في تلك المادة من موضوعات، ثم ما عليك مذاكرته فيها ولم تذاكره قط. وضح كل شيء بالتفصيل حتى تكون على دراية بما عليك، وكي لا تشعر بالعشوائية أو الفوضى، فاجعل الأمور مفصلة وواضحة قدر المستطاع. في النصف الآخر من الورقة قم بكتابة الوقت المتبقي لك بما في ذلك الوقت المتاح قبل امتحان كل مادة، حتى تكون على دراية كاملة بالوقت الذي عليك الانتهاء فيه من موادك. لا تقلق، ستذاكر كل ما عليك وستراجعه أيضا. خامسا، حدد أنسب وقت للمذاكرة. بعد ذلك حدد أفضل وقت للمذاكرة بالنسبة لعقلك. اختر أكثر الأوقات يكون ذهنك فيها نشيطا ومستعد لاستيعاب المعلومات، غالبا سيكون ذلك الوقت بعد الفجر، وذلك لتقوم بالمذاكرة فيه. وكذلك ستحدد المواعيد المهمة التي عليك حضورها في تلك الفترة حتى آخر يوم امتحان، وكذلك مواعيد الامتحانات والكورسات التي عليك الذهاب إليها، وذلك لتستثني تلك الأوقات من جدولك تماما. سادسا، حدد مستواك. حدد مستواك في كل مادة، أي المواد تحتاج إلى مجهود متوسط، وأيهم يحتاج إلى مجهود كبير، وأيهم لم تذاكرها من قبل، وأيهم قد ذاكرتها ولن تحتاج إلى مراجعة حتى تتذكرها، وهكذا. سابعا، اصنع جدولك الخاص. بناء على الخطوة السابقة ستبدأ في تقسيم الوقت المتاح لديك على المواد، فالمادة التي لم تقم بمذاكرتها من قبل سيكون لها النصيب الأعظم، ثم تقوم بكتابة جدول لكل يوم. احرص أن يكون جدولا دقيقا جدا حتى تستطيع إنجاز أكبر كم ممكن. ضع في حسبانك أثناء كتابة الجدول أوقات الراحة والأكل والصلاة والاستحمام والمشي للتخلص من الملل، وهكذا. يمكنك وضع الجدول بنفسك، أو أن تقوم بتحميل جدول جاهز للمذاكرة عن طريق الإنترنت. اكتب في جوجل Study Schedule Templates، وستجد العديد من الجداول، يمكن اختيار واحد من بينهم.
ثامناً، ابدأ الآن. بمجرد البدء في مذاكرة مادة معينة، قم بإحضار المادة العلمية كلها والورق الذي ستحتاجه للمذاكرة وأقلامك حتى لا تضيع وقتاً في أي شيء. تاسعاً، ابتعد عن الملهيات. ابتعد عن كل ما يلهيك عن المذاكرة، سواء الضوضاء أو مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الأمور المشتتة. وقد يساعدك تطبيق Stay Focused على التحكم في وقت جلوسك على الفيسبوك أو غيره من مواقع التواصل الاجتماعي. عاشراً، مشروبات مهمة. هناك عدد من المشروبات التي ننصحك بها وقت الامتحانات، ومنها القرفة، قرفة بالجنزبيل، نعناع بالقرفة، أو أي نوع عصير. كما أن القهوة جيدة ولكن لا تكثر منها، والشاي أيضا مرة واحدة في اليوم منه تكفي هو والقهوة. ابتعد قدر الإمكان عن الوجبات السريعة أو الأكلات الثقيلة حتى لا تشعر بالخمول أو الكسل. حاول أن تكثر من الفواكه والخضروات. 11. دع عقلك يتمتع. ذاكر بطريقة تسمى بومودورو تكنيك، وخلاصتها أنك تذاكر 25 دقيقة بتركيز شديد دون التفات لأي مشتت، ثم تأخذ استراحة بعدها من 5 إلى 10 دقائق، ويفضل أن يكون وقت راحتك دون فيسبوك. دع عقلك يتنقل بين أنماط التفكير المختلفة والتي تتلخص في الآتي. خلال فترة الراحة فأنت تعطي لعقلك الفرصة كي يهضم المعلومات التي كنت تعمل عليها منذ قليل، ويتحول قليلا من الفوكس مود إلى الديفيوز مود ليعطيك مفاتيح جديدة عند العودة للعمل على ما تركته منذ قليل، وبهذا تعود متجدد النشاط وبذهن أكثر قدرة على استكمال العمل على تلك المشكلة. الفوكس مود هو النمط الذي يكون عليه العقل البشري حينما يحاول استنفاذ طاقته والتفكير في حل مشكلة أو فهم أمر ما. حينها يقوم العقل باستخدام ما تعلمه من قبل من مبادئ ومفاهيم لفهم المعضلة التي أمامك وإيجاد حل لها. في تلك الحالة يكون تركيز العقل منصبا على استخدام ما تعلمه من قبل، فإن كان ما يحاول فهمه يحوي مبدأ جديدا تماما عليه فقد لا يستطيع العقل إدراكه. أما الديفيوز مود هو النمط الذي يكون عليه العقل البشري عندما لا يجبره الإنسان على استهلاك طاقته في التركيز في نقطة بعينها. حينها يقوم العقل بمحاولة فهم ما أشكل عليه من قبل والنظر إلى أبعاد المشكلة من عدة زوايا بحيث يقترب من المفهوم العام لها، وبذلك يقترب من تكوين مبادئ يبني عليها حلا للمشكلة حينما تبدأ في حلها مرة أخرى في الفوكس مود. 12. ذاكر بطريقة الخرائط الذهنية. الخرائط الذهنية من أكثر الطرق فعالية على الإطلاق في المذاكرة، فهي تعتمد على تخزين المعلومات داخل ذهنك بطريقة مرتبة جدا، مما يجعل استرجاعها وقت حاجتك إليها سهل إلى درجة كبيرة. لذا فمن الضروري أن تتعرف على تلك الطريقة وتذاكر بها، وستساعدك كثيرا في إنجاز كم من كبير بإتقان وبصورة سريعة. وللبدء في الخريطة الذهنية اتبع ما يلي. أولاً، في منتصف الورقة بالعرض اكتب الفكرة الرئيسية للدرس أو اسم الفصل الذي تذاكره. ثانياً، اجعل لكل فكرة فرعاً من منتصف الصفحة أو عنوان الدرس وكلمة افتتاحية تدل عليها، واستخدم هنا الألوان والرسومات المرتبطة بالفكرة لتمييز كل واحدة من الأفكار على حدة، واجعل الأفكار تتدفق من عقلك ولا تجعل لها قيوداً. ثالثاً، قم بعملية مراجعة على ما كتبت وتأكد من الترتيب الصحيح للأفكار وأن الكلمات الافتتاحية تجعلك تتذكر الفكرة كاملة، فاحذر الطول الممل أو الاختصار المخل. بتلك الخطوات الثلاثة والتي تقوم بها أثناء مذاكرتك للدرس تكون قد كونت خريطة ذهنية سهلت عليك استرجاع المعلومة وجعلتها منظمة في ذاكرتك. وإن شعرت بحالة ملل فلا تتوقف، بل مارس رسم الفروع والدوائر والأشكال، فذلك سيساعدك في توليد الأفكار. 13. حفز نفسك. في الجدول الذي قمت بكتابته عندما تنتهي من درس ما ضع علامة بجانبه، ذلك سيشعرك بالحماس وسيعطيك دفعة قوية للأمام. 14. تعامل مع الحفظ بذكاء. بالنسبة للمواد التي تحتاج إلى حفظ أمامك ثلاثة حلول، ذكرنا أولهما في الخرائط الذهنية، والاثنان الآخران اختر منهما ما يناسبك أكثر. إما أن تذاكرها مع مجموعة من أصدقائك، ولكن احرص أن تنجز معهم ولا تضيع وقتك، وإما أن تقوم بتلخيصها في ورقة خاصة بك ثم تذاكر ما قمت بتلخيصه. بمجرد تلخيصك للمادة ستجد أنك قد حفظتها من خلال الكتابة، وستثبت أكثر عندما تقوم بمراجعتها. 15. اشرح لغيرك.
من أهم عوامل تثبيت أي معلومة أن تقوم بشرحها لغيرك. ستشعر بدافع قوي عندما تقوم بشرح ما ذكرته لأحد زملائك، ذلك سيكسر الملل لديك وسيساعدك كثيرا. وأخيرا، ساعد غيرك ولا تبخل على زملائك بأي معلومة حصلت عليها، حتى هذا المقال الصوتي قم بنشره بينهم كي يستفيدوا مثلك. تابعونا على صفحة أوديولابي على الفيسبوك facebook.com/audiolabby. أوديولابي، share knowledge. أوديولابي، شارك المعرفة.